بتاع النهارده مختلف شويه، انا حبيت اعمله من الجيم اللي انا بروحه علشان اشجعكم على الرياضه. علشان نخس ونمشي في طريق الحياه الصحيه لازم نروح الجيم، لازم نعمل رياضه، حتى لو مش قادر تروح الجيم لازم تعمل تمارين في البيت. طب هي التمارين الرياضيه او الجيم علشان اخس؟ لا، التخسيس بنسبه 80% معتمد بشكل اساسي على الاكل، يعني تنظيم الاكل بتاعي، نوعيه الاكل اللي انا باكلها تتحكم في 80% تقريبا من نسبه التخسيس بتاعي. طب الرياضة فايدتها ايه بقى؟ الرياضة هتساعدك في ال 20% التانية، بس مش هي أساس التخسيس أو هي أساس نزول الوزن. وكمان الرياضة لها عوامل صحية كتير جدا، هي بتنشط الدورة الدموية، بتقوي القلب بتاعك، بتزود حساسية الخلايا للأنسولين، بتخفف ضغط الدم، إنك تتحكم في ضغط الدم بتاعك، الناس اللي عندها ضغط الدم مرتفع، يعني لها فوائد صحية كتير جدا. من ضمنها إنها بتساعد بس شوية في نزول الوزن. محدش يفتكر أبدا إن أنا هاكل اللي أنا عايزه وأنزل أحرقه في الجيم، او هاكل اللي انا عايزه وانزل امشي ساعتين ثلاثه، مش هيحصل. انت مثلا لو مشيت ساعه ساعتين بالكتير هتحرق 300 400 سعر، يعني لو فرتكت الجيم وعملت كل اللي نفسك فيه في الجيم، اللي هو هترجع بعد الجيم هتاكل حته شوكولاته صغيره قد كده فيها 300 او 400 سعر. النقطه دي لازم نكون واخدين بالنا منها. يبقى احنا علشان نخس ونلتزم ونمشي في طريق حياه صحيه محتاجين الاول نلتزم بنظام غذائي، اكل مظبوط بنسبه 80%، ده اساس نجاحي في التخسيس. ولكن بقى الرياضة هي اللي المساعد بتاعي، هي اللي بتحسن صحتي، هي اللي بتنشط الدورة الدموية، وده مطلوب. طيب في رياضيات بنسميها رياضيات هوائية أو رياضيات الكارديو، دي اللي بتعلي ضربات القلب، زي إيه؟ زي المشي، زي الجري، زي طلوع السلم، زي نط الحبل، زي السباحة، دي اللي بنسميها رياضة الكارديو أو الرياضيات الهوائية. دي فائدتها إنها بتحرق لك سعرات شوية، بتنشط الدورة الدموية شوية. كويس؟ لكن إيه بقى رياضة المقاومة، وإيه فرقها عن الرياضة الهوائية؟ رياضة المقاومة اللي هي رياضة الأوزان اللي هي شيل الحديد، في طبعا مقاومة بوزن الجسم زي الضغط زي العقلة، دي كمان تبع رياضة المقاومة، يعني مش كلها شيل حديد أو شيل أوزان. إيه الفرق بين الاتنين؟ علشان تحافظ على عضلاتك على الأقل وعلشان تبني عضلات جديدة لازم تلعب رياضة مقاومة أو رياضة الأوزان، علشان تحمي نفسك من الترهلات اللي ممكن تجي لك مع التخسيس الكتير. يعني واحد وزنه مثلا 120 130 وهيخس 30 40 كيلو أكيد هيحصل عنده فقدان في العضلات، وهيحصل عنده كمان ترهلات في الجلد. علشان تحمي نفسك من الموضوع ده لازم تلعب رياضة مقاومة. ايه فائدتها كمان؟ بتزود عندك الكتلة العضلية على حساب الكتلة الدهنية، يعني هيكون فيك عضلات أكتر من إن يكون فيك دهون. كل ما كتلتك العضلية بتزيد كل ما مستوى الحرق عندك بيزيد. يعني واحد وزنه 100 كيلو عنده فرضا 30% من وزنه عضلات، وواحد تاني 100 كيلو برضه بس عنده 10% من وزنه بس عضلات. اللي عنده 30% من وزنه عضلات ده هيحرق اكتر ومستوى الحرق عنده هيبقى عالي حتى وهو قاعد في البيت بدون ما يبذل اي نشاط رياضي او اي مجهود، حتى هو موجود في البيت العضلات بتحرق سعرات اكتر من الدهون. يعني لو انت فيك دهون في جسمك كتير مش بتستهلك سعرات زي اللي بتستهلكها العضلات. فعلشان كده لازم نلعب الاثنين، هنلعب رياضات هوائيه بتنشط الدوره الدمويه بتاعتي زي المشي زي الجري زي السباحه اللي قلت عليها، وكمان هتحرق لي شويه سعرات هتساعدني في التخسيس. ولازم نلعب رياضة المقاومة علشان نزود الكتلة العضلية بتاعتنا، نحمي نفسنا من الترهلات، وكمان زي ما اتفقنا هنعلي مستوى الحرق بتاعنا. يبقى احنا كده جمعنا بين الاتنين. ده كده بشكل مختصر، اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم وشجعتكم. واي حد عنده اي استفسار يسيبه لي في التعليقات. في ناس هتقول لي انا مش قادر اروح الجيم او ظروفي ما بتسمحش. هتلاقي ظروفي ما بتسمحش دي انا شايفها انها حجة بصراحة، لان انا شغلي من 7 الصبح لحد 8 بالليل، ببقى من 7 ل 2 وبعد كده من 4 ل 8. فاحيانا كتير جدا بصحى الفجر بدري بخلص وبروح ساعه ونص مثلا قبل الشغل بتاعي، واحيانا بروح بين ان بتوين يعني من 2 ل 4 وبرجع الشغل بتاعي تاني. خلاف كده طبعا انا متجوز وعندي عيالي وعندي التزاماتي وعندي شغلي وعندي المذاكرات والبوستات اللي بعملها واليوتيوب، ففي حاجات كتيره جدا. فاللي بيقول انا ما عنديش وقت، انت بس هي حجه انت بتشوفها لنفسك، لان انت نفس الشخص ده بيقعد قدام التلفزيون بالساعتين او الثلاثه او ماسك الموبايل بس بيعمل شات او بيلعب اصبعه في التليفون رايح جاي وهو مش عارف يعمل ايه، بيضيعوا ساعتين او ثلاثه من يوم. افيد لك روح انزل امشي او روح جيم او العب رياضه. طب الناس مش قادره تروح جيم اصلا، العب رياضه في البيت. ادخلوا على اليوتيوب في انواع كتيره جدا من الرياضات ممكن تعملها وانت موجود في البيت، يعني مفيش حجه ان حد ما يعملش رياضه. سواء كبير في السن في رياضات مخصوصه للناس كبار السن، سواء حتى عندك ديسك او عندك حاجه استشير دكتور علاج طبيعي لو عندك مثلا سبب معين يمنعك من ممارسه الرياضه، هتلاقي في تمارين مخصوصه بس لازم تحت اشراف طبيب طبعا او اخصائي علاج طبيعي عشان تعمل حاجات او مناسبه لحالتك الصحيه. فما فيش اي سبب او اي عائق قدام ممارسه الرياضه، علشان صحتك في المقام الاول زي ما اتفقنا قبل ما تكون علشان التخسيس. التخسيس من تنظيم الاكل بس. السلام عليكم.